السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماع حاليا في النادي الأهلي بالجزيرة، دعا مجلس إدارة النادي الأهلي لاجتماع طارئ لبحث الجدول اللي لجنة المسابقات طلعته في الأيام اللي فاتت دي، يعني قال لك بتاع الأوبشن بتاع نادي الزمالك ده. وزي ما احنا عارفين السيد عبد الله، أنا كنت قلت الكلام ده في فيديو سابق، قلت خلال ساعات النادي الأهلي هيطلع بقرارات نارية وقرارات حاسمة. وأنا عايز أكلم كل الناس اللي بتهاجم محمود الخطيب. محمود الخطيب من إمتى خذل الناس يعني؟ يعني آخر حاجة على ما أتذكر أنا إذا لم تخني الذاكرة، يعني موضوع بيراميدز واتحاد الكورة ومباراة الكاس، مين اللي انتصر فيه؟ هل أنتوا شايفين حضراتكم اللي ينتصر ده لازم يبقى لسانه طويل؟ علشان أنتوا تقيموني إن أنا منتصر لازم أكون صليت اللسان، لازم أشتم ده وهزق ده وأهين ده وأجيب سيرة أم ده وأقول ده وظروفه وحياته الخاصة والحريم ومش الفساد، لازم يعني يعني ما ينفعش اكون انا راجل كده شخصيتي قويه وانا هادي عامل زي ما يكون واحد بيضرب. يعني انا بشوف الخطيب ده والكل اللي حواليه والناس اللي عماله تتكلم يعني صليت اللسان واللي بيشتم واللي بيهاجم وبتاع، الخطيب ده انا بشبهه بلاعب ملاكمه بيكسب بالضربه القاضي، يفضل قاعد ساكت ساكت ويفوت وبتاع ومش عارف الضربات جايه يمين وشمال وهو بيروح نشل مره واحده. بحب الخطيب ما اقدرش انكر، بنحب الخطيب، لكن في نفس الوقت الخطيب مش ضعيف يا جماعه. يعني اتمنى من حضراتكم ان انتوا تقيموا الوضع صح. الخطيب في اكتر من جهه مفتوح عليه، وفي نفس الوقت احنا في ظروف ما فيش اي حد في البلد يقدر يتكلم. ما تقولوش احنا ظروف البلد ايه ومز، لا احنا ما حدش يقدر يتكلم. يعني واحد كمجلس اداره الخطيب اي حاجه هيتكلم فيها يقول لك البلد واستقرار البلد اهم ومش وقته والكلام ده كله، لكن هو ما بيتكلمش وطبيعته واخلاقه واسلوبه ما بيتكلمش. من امتى احنا شفنا الخطيب رد على حد؟ من امتى حد يفكرني كده شفنا الخطيب هاجم حد، شتم حد، رد على اساءة حد؟ ده ديدن النادي الاهلي واسلوب النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي، بوتريكا، الخطيب، غيره. انما ما حدش يجرنا لمنطقه مش بتاعتنا، احنا ما نفهمهاش، احنا ما نعرفهاش، احنا ما تربناش عليها. ومش معنى ان احنا ما بنردش ده ضعف، زي ما قلت في فيديو سابق اللي بيفهم ان عدم الرد ضعف يبقى بني ادم مش محترم، بني ادم ما ترباش، مش عارف قيمه الاحترام. ومش هقول زي الناس من اللي بتقول الصمت لغه العظام، اللي هو بيشتغل وهو هادي. فمجلس اداره النادي الاهلي النهارده اجتمع وطلعوا او لسه في انتظار القرارات الحاسمه اللي هيطلعوها، في انتظار بيان هيصدر عن مجلس اداره النادي الاهلي. بس انا اعتقد ان هيكون هيرمي الكوره في ملعب اتحاد الكوره، بمعنى لعب الزمالك المؤجلات اولا وليكن ما يكون بقى، ننسحب، كل الخيارات مفتوحه، ننسحب من الدوري، نلغي الدوري، نعمل الدوري. بس اعتقد من وجهه نظري يعني ان النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي هيطلع قراره النهارده، هيقول لك الزمالك يلعب مؤجلاته اولا والجوله الاخيره كلها هتتلعب في وقت واحد، واعتقد ان كل ده هيتلعب قبل امم افريقيا وليكن ما يكون. واي شيء بقى كل حاجه مفتوحه، الخيارات كلها ممكنه، توقف الدوري، توقف النشاط، توقف مش عارف ايه، الاهلي ينسحب، الزمالك ما فيش دوري، نلغي البطوله السنه دي، نلغي كل حاجه، ده ما عندناش مشكله. ما فيش حد او ما فيش حاجه اهم عند الخطيب من مصلحه النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين. فبلاش نحمل الخطيب ما لا يطيقه، كفايه الضغوط اللي هو فيها، كفاية ما يعني احنا شايفين الدنيا حوالينا عاملة ازاي، كل يوم في ناس بتطلع بتهاجم وبتاع، ناس بتقطع في فريق الكورة، ناس بتقطع في الجهاز الفني، ناس بتقطع في المجلس الادارة، تركي آل الشيخ من ناحية والتسريبات والشكاوى والناس ومجلس الادارة والتلاتة وبتاع، كل يوم سامعين. فنتمنى من كل الاهلاوية لا ينساقوا وراء الاعلام الضال المضل اللي بيضل الناس. ويعني بنقول كده في مثل بالبلد يقول لك الداوي على الودان امر من السحر. هننتظر مع حضراتكم البيان اللي هيصدر عن مجلس اداره النادي الاهلي بشان لجنه او الجدول اللي اعلنه او اعلنته مجلس المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم، يعني خلال يعني ممكن ساعه بكتير قوي، يعني يكون البيان ان لم يكن اقل يكون البيان اصدر. يعني
على ما عملت الجزء الاول من الفيديو كان اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي انتهى وطلعوا بالقرارات اللي هقولها لحضراتكم دلوقتي. اولا عدم استكمال مسابقه الدوري حال تاجيل اي من مباريات النادي الى ما بعد بطوله الامم الافريقيه، وحفظ حق النادي الاهلي المشروع في الحصول على فتره راحه كافيه بين الموسم الحالي والقادم بما يضمن راحه للاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنيه والاداريه المناسبه للموسم الجديد، تفاديا لما تحمله الاهلي وحده دون غيره خلال الثلاث سنوات الماضيه ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيره بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم. 2. عدم خوض بخيط مباريات الدوري الا بعد الانتهاء من اقامه كل المباريات المؤجله لكافه الفرق قبل انطلاق مباريات الاسبوع ال 34 للدوري قياسا بما جرى مع النادي الاهلي بخصوص العامل الزمني عند اداء مبارياته المؤجله في السابق. يعني النادي الاهلي الزمالك لازم يلعب مؤجلاته والاهلي لازم يلعب، وبين الزمالك يلعب مؤجلات والنادي الاهلي يلعب مباراته مع الزمالك، يبقى الدوري هيتلعب قبل الامم الافريقيه والا النادي الاهلي هينسحب. ده قرارات النادي الاهلي. رفض القاطع لاقامه مباريات الاسبوع الاخير للدوري الا في وقت واحد بما يضمن العداله وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص بين الانديه سواء في المقدمه او التي تصارع من اجل البقاء. 4. عدم الممانعه في اداء المباريات المؤجله في كاس مصر خلال الفتره التي تقام فيها المباريات المؤجله من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم. يعني انتوا كنتوا بتقولوا النادي الاهلي لعب بيراميدز، الاهلي ما عندوش مانع يلعب بيراميدز، الزمالك يلعب مؤجلاته والاهلي يلعب مباراته مع بيراميدز ويلعب الدوري والكاس والدوري ينتهوا قبل امم افريقيا. دي طلبات النادي الاهلي والا الانسحاب. وطلبة اتحاد الكرة بالاعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري والكاس يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره في اللاحق لاي سبب، خاصة وان الاندية تحتاج الى وقت زمن كافي للتجهيز والاعداد للموسم الجديد. نرفع القبعه لمحمود الخطيب مجلس اداره النادي الاهلي وكله يقف في ظهر الخطيب النهارده وبكره واليومين اللي جايين دول، يبقى فيه هجوم شرس على محمود الخطيب. نيجي بقى لبعض الاخبار السريعه للنادي الاهلي. رمضان صبحي ومعلول بيشاركوا في تدريبات الكره بالنادي الاهلي. رمضان صبحي وعلي معلول شاركوا في تدريبات الكره مساء اليوم رغم مشاركتهم السين امس الاول امام الاسماعيلي خلال زمن المباراه كله. حرص رمضان ومعلول على التواجد في التقسيمه الفنيه اللي اشرف عليها الجهاز الفني بقياده مارتن لاسارتي. كان لاسارتي قد اجرى ثلاث تغييرات في مباراه الاسماعيلي الاخيره ودفع بكل من صالح جمعه وجيرالد واحمد فتحي على حساب شين الشحات وحسام عاشور ووليد سليمان على الترتيب. واستأنف الاهلي تدريباته مساء اليوم الجمعه على ملعب التتش بالجزيره بعد الراحه السلبيه اللي حصل عليها الفريق امس عقب مواجهه نادي الاسماعيلي. نرجع تاني للخبر السريع عن احمد الشيخ. احمد الشيخ لسه ما رجعش من اصابه والاصابه في اصابه تانية. يعني احمد الشيخ لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي غادر مران الفريق الجماعي مساء اليوم الجمعه متاثرا باصابته في القدم. وتعرض اللاعب لاصابه قويه في القدم خلال التقسيمه حيث خضع للكشف الطبي قبل ان يغادر ملعب التتش رفقه خالد محمود طبيب الفريق. استأنف نادي الاهلي تدريباته على ملعب التتش زي ما انتم عارفين. فالنادي الاهلي اصابات اصابات ويرجع يقول لك احنا انتوا خايفين تلعبونا ليه وفرجاني ساسي ومصطفى. طب النادي الاهلي عنده فرقه كامله في اصابات يا غندور. احمد شوبير بقى في اول رد يعني او تلميح كده من رد احمد شوبير على مرتضى منصور زي ما حضراتكم عارفين، اكد احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكره المصري على انه لا يعترف الا بالمخاطبات والرسائل الرسميه فقط. وهو ده الصح، ده المنطقي، مش أي واحد يطلع يتكلم يقول أي حاجة في التلفزيون، أتصل بفلان ده حبيبي ده أخويا، مفيش الكلام ده، في أي دولة، في بلاد الواء الواء ولا بلاد الكوكو واوا اللي بيتكلم، إيه ده؟ ده إحنا ما وصلناش، ده إحنا في العالم الثالث، ده إحنا في قاع العالم الثالث، دول العالم الثالث دلوقتي بقت متقدمة عن، مفيش حاجة اسمها فاكسات، مفيش حاجة اسمها إيميلات، لأ تعالى هنا بريدة نقعد نتعشى سوا. تعالى يا عصام في النهارده نتعشى، تعالى انا كلمتك اهو عشان فين الورق وفين مراسلات المفروض، وده اللي بنتكلم فيه. يعني مجلس الاداره بيجتمع بيطلع بيان او بيطلع بيصدر خطاب بيوجهه لاتحاد الكوره، مش واحد وهو قاعد في مكتبه وما بيدوس على كل اعضاء مجلس اداره، هو حر، لكن المفروض اتحاد الكوره لو بيحترم نفسه ما ياخدش بالكلام ده. مهم اكد احمد شوبير انه ما بيعترفش بالتصريحات والطلبات اللي بتخرج من شاشات الاعلام. ده في يعني نوع من الرد يعني باسلوب هو بيفادي نفسه احمد شوبير من اصطدام او مواجهه مع مرتضى منصور، فبيتكلم من تحت لتحت يعني. ومين غيره اللي بيطلع يتكلم؟ هو مرتضى منصور بيطلع باستمرار يعني. قال لك شوبير في اول تصريحات رد بها برد غير مباشر على هجوم مرتضى منصور رئيس الزمالك عليه من خلال وسائل الاعلام واتهامه بمجامله نادي الاهلي وعدائه للزمالك بسبب ابنه مصطفى
شوبير وقال الألفاظ اللي حضراتكم عرفتوها واتكلمنا عنها وسمعناها لحد ما ودنا يعني أعوذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.